يرفض الاحتلال الإسرائيلي مجددا إدخال المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان واسع لليوم العاشر على التوالي، الأمر الذي يفاقم من الواقع الإنساني المتدهور. اللي تقريبا 10 ساعات واقف عشان اخد 10 شيكل خبز، وطبعا ال 10 شيكل خبز مش هتعمل حاجة لما يكون عندك انت في البيت ما يقارب 20 30 نفر. طب هلا انا بدي اقف كل يوم 10 ساعات عشان اجيب انا 10 شيكل خبز لل 20 نفر اللي عندنا، فهي معاناة صعبة بالنسبة لنا. القطاع الصحي ابرز القطاعات المتضررة من هذا التعنت الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات الطبية التي ستساهم بإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار وهو الذي وصل لحافته. المنظومة الصحية بدأت بالانهيار الفعلي، وهذا ما كنا نحذر منه مرارا وتكرارا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يتسبب في فقدان حياة آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة نتيجة انهيار هذه المنظومة الصحية. تحولت غزة إذا لبقعة يسودها الدمار والخراب، ولا زالت تتعرض للمزيد من عمليات القصف الذي لا محرمات أمامه. استهداف المدنيين هو السمة الأبرز للقصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف القطاع، الأمر الذي يترافق مع تدهور الوضع الإنساني بسبب انهيار عدة قطاعات خدمية وتوقفها عن العمل تماما. مازن عبد الكريم، تلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين.